السلام عليكم أصدقائي، في هذه الحلقة أقدم لكم تطبيق نيت جارد. نيت جارد هو تطبيق رائع، يسمح لك يعني بقطع الإنترنت، سواء تعلق الأمر بالواي فاي أو ب3 جي أو 4 جي أو 4 جي. يعني إذا أردتم ألا تفسدوا أو لا أن تضيعوا الانترنت الخاص بكم، وجعل هاتفكم اسرع، لان الانترنت عندما تنتشر في الهاتف فكل تطبيق وكل يعني سيستم الخاص بالهاتف ياخذ الانترنت، مما يجعل هاتفك ثقيل 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 جدا. يعني انا يعني فتحت الانترنت الخاص بي واردت ان اعمل بي يعني اليوتيوب، أنا أتفرج على فيديوهات، وجدت الإنترنت ثقيلة ثقيلة جدا. يعني هذه التطبيقات الأخرى على سبيل المثال يعني تكون هكذا في الأول، في بداية الأمر يعني أريد أن أتصفح تطبيق معين ووجدت الإنترنت ثقيلة، يعني آتي إلى هذا التطبيق مباشرة، أضعه علامة إذا كنت أعمل ب 3G 3 أو 4G، أوقف الإنترنت من هنا بالضغط على Replace، أو إذا كنت أتصفح بالواي فاي يعني أضغط فقط هنا لقطع الواي فاي، و يعني أجعل جميع التطبيقات محظورة من الإنترنت، لا تعمل بالإنترنت. أضغط عليه هكذا وأترك التطبيق على سبيل المثال واتساب وحده الذي أريد أن أشتغل به، يعني أتركه هكذا. وضروري ضروري ضروري أن تكون هذه النقطة حمراء هكذا، لن تكون مسدودة هكذا. إذا كانت مسدودة فإن التطبيق وإن منع الإنترنت أو الكونيكشن على التطبيقات الأخرى لن يكون يعني مفعل، يجب علينا تركه مفعل هكذا. ويأتيكم يعني VPN is enabled by NetGuard، يعني اشتغل الأمر. هذا هو تطبيق منع الإنترنت من الاشتغال على التطبيقات الأخرى. شكرا لكم، في درس آخر إن شاء الله.